بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا فيما أقمتنا فيه، وردنا بما أقمتنا فيه، وقنعنا بما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. وكنا في أواخر هيئات الصلاة، وهيئات الصلاة هي السنن التي في الصلاة، إذا لم تفعلها لا تسجد للسهو، ولكن يفوتك ثوابها فقط، لكن الصلاة صحيحة ولو لم تفعلها، ولا تحتاج عند نسيانها أو تركها حتى عمدا إلى السجود للسهو. أما أبعاد الصلاة فهي سنن في الصلاة، إن تركتها نسيانا أو عمدا تسجد للسهو. فانتهينا من أبعاد الصلاة، وبدأنا في هيئات الصلاة وهي كثيرة، ووقفنا عند قوله والافتراش، وهي كيفية الجلوس بين السجدتين والجلوس عند قراءة التشهد الأوسط والجلوس للاستراحة. يبقى الافتراش بتجلسه في هذه الأحوال، حال الجلوس بين السجدتين، وحال الجلوس لقراءة التشهد الأوسط، وحال الجلوس للاستراحة، وفي حالة رابعة اللي يقولها لي يبقى شاطر. الافتراش تجلسه في التشهد الأخير إذا كان عليك سجود سهو، اللي هو الافتراش، أي تفترش القدم اليسرى وتجلس عليه، ده سموه الافتراش. واليمنى تفضل على نفس هيئتها وانت ساجد، يبقى تفضل اليمنى على نفس الهيئة وانت ساجد، وبعدين تفترش اليسرى، يعني تروح تاني رجلك اليسرى عشان تجلس عليها، ده يسموه الافتراش، لأنك افترشت اليسرى فجلست عليه. كويس. وليست هناك جلسة استراحة للي بيسجد سجود تلاوة، يعني اللي بيسجد سجود تلاوة وقايم تاني ما يجلس جلسة استراحة، يقوم على طول، لكن جلسة الاستراحة عند القيام للقراءة في ركعة لا تشهد فيها، يسموها الركعات الوتر. الركعة الأولى ما فيهاش تشهد أوسط، بتقوم للتانية، مش كده؟ يبقى في جلسة استراحة قبل القيام، هي لحظة. وبعدين الركعة التالتة وتر برضو عند القيام للرابعة ولا تشهد فيها، يبقى فيها جلسة استراحة. كويس؟ لكن عندما تسجد للتلاوة أثناء الصلاة لا يوجد جلسة استراحة فيها، تقوم على طول. واضح الحتة دي؟ يبقى الافتراش، إن جلس أي جلسة غير الافتراش يبقى ترك هيئة من هيئات الصلاة ولا سجود للسهو فيها. فإن تركها بسبب عذر مرض، لأن رجله وجعاه مش قادر يقعد كده، يبقى ياخد نفس ثواب المفترش لأنه تركها لعذر المرض. وإن تركها جهلا بها أو مع العلم بها ولم يفعلها، يبقى لا يأخذ ثوابها، لا يأخذ ثوابها، لأن فيها ثواب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالرسول فيه بركة كبيرة. فكونك انك انت تتشبه بالنبي في صورته الكاملة صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان كامل في كل احواله، فصورته هو يقرا التشهد كانت كده، يبقى دي اكمل صورة لاكمل عبد مصل. فهمت ازاي؟ فتحاول انك انت تلتزمها ان كان ليس عندك مرض، ان كنت صحيح البنية، ان كنت مريض معلش خلاص، يبقى لا يعني العذر موجود وتاخد ثواب الكامل برضه، لأن إيه رفع عنك الحرج بسبب إيه العذر. إنما تعرفها ولا تلتزمها مع عدم وجود العذر يبقى عيب عليك، لكن مش حرام عليك،
عيب عليك، يعني اختشي، يعني ما تعملش كده تاني، يعني تأدب مع سنة حبيبك المصطفى، يعني تحاول تتأسى به صلى الله عليه وسلم. لكن ما تقدرش تقول له اسجد للسهو، ولا تقول له حرام فعلت، إلا لو كان متعمدا ترك السنن مطلقا لعلمه أنها سنة وليست فرض. في هذا نغلظ عليه القول ونقول قد تأثم. ليه؟ مش لترك الافتراش، لتعمد ترك السنة مطلقا. فهمت ازاي؟ واحد يتعمد اول ما يعرف ان دي سنة ولا خلاص بقى مش مهم، يروح شايلها من مخه، مش عايز يعمل، عايز يعمل فرض بس، ويتعمد ذلك. نقول له لا كده تأثم، مش يأثم بقى علشان ترك سنة بعينها، لا، لعزمه على ترك السنن كلها مطلقا، فيتركها في أحوال متفرقة في كل حال هي فيه، فيبقى هنا قد يرتكب نوع من الإثم يستحق اللوم. فهمت بقى المسألة؟ ففي فرق بين هذا وهذا. فبيقول لك هنا والافتراش أي أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض، وينصب قدمه اليمنى عن نفس هيئتها وانت ساجد، ويضع بالأرض الأطراف أصابعها لجهة القبلة. كويس، دي الافتراش. والحكمة فيه أن الحركة عنه أخف. أنت ليه بتفترش في التشهد الأوسط أو في الجلوس بين السجدتين أو في جلسة الاستراحة؟ عشان هتعقبه قيام، فأنت كده تبقى مستعد للقيام، فالحركة منه أخف. إنما التورك اللي هو لما تقدم رجلك اليسرى وتقعد أعلى وركك، دي قاعدة بقى يعني مريحة شوية، عشان تيجي تقوم منها عايزة مجهود، فدي بتعملها في إيه؟ في التشهد الأخير، لأن إيه؟ لا يعقبه قيام. إنما كل جلوس يعقبه قيام يبقى تفترش، لأنه إيه؟ هو أسهل الحركة منه للقيام أسهل. واضح؟ دي الحكمة فيه. طبعا الملكية عندهم لا يوجد افتراش مطلقا، كل جلوسهم تورك، الملكية كده. والحنابلة عندهم لا يوجد تورك مطلقا، كل جلوسهم افتراش، الحنابلة في مذهبهم. والشافعية خدوا الحسنيين، حطوا التورك في مكانه وحطوا الافتراش في مكانه، فنعم مذهب الشافعي في هذه المسألة، لأنه إيه؟ عمل بكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كل فعل في مكانه. والافتراش والحكمة فيه أن الحركة عنه أخف. في جميع الجلسات بفتح اللام أفصح من إسكانها، الجلسات مش الجلسات، حتى جلوس المصلي قاعد للقراءة. يعني افرض انك انت هتصلي من قعود لعدم القدرة على القيام، فلتختار الافتراش، لانه جلسة فيها هيئة من هيئات الصلاة، ان كان الافتراش لا يؤذيك، يعني اذا كنت انت لا تستطيع القيام لكن تستطيع القعود بأي طريقة في القعود، فلتختار هيئة من هيئات الصلاة وهي القعود مفترشة. كويس، ده ان كنت تستطيع ان تجلس مفترشا. ادي معنى حتى لو كان للقراءة اذا كان يصلي قاعدا، يبقى حال القاعد للصلاة احلى صورة لي ان يجلس جلسة من جلسات الصلاة. واضح؟ الافتراش، فان لم يستطع فالتورك، فان لم يستطع فالجلسة اللي تريحه بقى. فهمت بقى المسألة؟ كجلوس الاستراحة، بيدي لك مثال الكاف هنا للتشبيه، يقول لك في كل جلسات الصلاة كجلوس الاستراحة، وهو جلوس لطيف عقب سجدة ثانية لا يتشهد عقبها. وهو جلوس لطيف، لطيف يعني لحظة كده، عقب يعني بعد سجدة ثانية لا يتشهد عقبها يعني بعدها، ويستحب المواظبة عليه. المذاهب الثانية قالت ان جلسة الاستراحة فعلها النبي عند كبر سنه في آخر حياته. كويس، فلم يأخذوا بها، والشافعية أخذوا بما كان عليه النبي في آخر حياته، فهو أكمل ما يكون، فقالوا حتى ولو كان شباب يجلس للاستراحة، لأن النبي واظب عليها في آخر حياته، والنبي لا يواظب إلا على الأكمل، لأن النبي من كامل إلى أكمل في كل لحظة صلى الله عليه وسلم. ويستحب المواظبة عليها، ولا يستحب عقب سجود التلاوة. لما تسجد للتلاوة زي في فجر الجمعة تقوم على طول، ما فيش جلسة بقى استراحة. واضح؟ وفي الصلاة، ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة، والأفضل ألا يزيد على قدر جلوس التشهد الأول.
لا حط لا. ازاي انت عايز تزود جلوس الاستراحة عن التشهد الاول؟ حط لا. بيقول لك جلوس الاستراحة ده جلوس لطيف. فهمت ازاي؟ جلوس لطيف. لو عايز تطوله شوية عشان تريح، اذا كانت قراءتك طويلة قوي وعايز تريح، يبقى ما تزودش قعدته عن التشهد على قدر التشهد الاوسط، فيستحب الا يزيد على قدر التشهد الاول، ولا يضر تطويله وان كره عند الرمل، خلافا لابن حجر. ودي يفيدك في ايه؟ انك انت لو قعدت في جلسة الاستراحة ظنا منها انها تشهد، وبعدين افتكرت بعد لحظة وقمت، لا تسجد للسهو، لان تعتبر انت في الحالة دي ما عملتش حاجة حركة زائدة. فهمت؟ فدي تفيدك في المسألة دي. افرض انك انت جلست بعد الركعة الاولى ظنا منك انها الثانية، وجاي هتقرا تشهد، فافتكرت انك انت لا ده انت قايم للثانية، فرحت قايم وقعدت شوية طولت بقدر التشهد الاوسط الاول، يبقى لا سجود للسهو عليك، لأنه وافق هيئة من الهيئات وهي جلسة التشهد، جلسة الاستراحة. فهمت الحتة دي دقيقة مهم. حتى لو قرأ بقى التشهد يبقى هنا أدخل ذكر جديد، يبقى يسجد بقى للسهو للقراءة اللي هي إيه، لأن ليس فيها قراءة تشهد، فيسجد للسهو لو قرأ. والأفضل ألا يزيد على قدر جلوس التشهد الأول، ولا يضر تطويله وإن كره عند الرمل، خلافا لابن حجر، وأدخل بالكاف جلوس المصلي قاعدا للقراءة وجلوس المسبوق كذلك في التشهد الأخير. يعني أنا مسبوق والإمام قاعد في التشهد الأخير وأنا مستنيه يسلم عشان أقوم أجيب بقية صلاتي، يبقى ما أقعدش متورك، أقعد إيه مفترش، لأن أنا مسبوق ناوي أكمل صلاة. فهمت؟ يبقى دي حالة خمسة من الحالات الخمسة اللي فيها تجلس ايه مفترشا. يبقى يجلس الامام في التشهد الاخير ايضا مفترشا اذا كان عليه سجود سهو، ويجلس في التشهد الاخير المسبوق مع الامام لانه عنده تكملة للصلاة بعدها. واضح؟ وجلوس المسبوق والساهي اللي هو عليه سجود سهو يعني، وهو من طلب منه سجود السهو ولم يقصد تركه بأن قصد السجود أو أطلق على المعتمد، فإن قصد تركه يعني إن قصد إنه مش هيسجد للسهو يبقى يتورك بقى. ليه؟ إنما افرض لا قاصد ولا مش قاصد، يعني هو قاعد سهى في صلاته وما عندوش قصد معين إنه يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، المعتمد إنه يجلس مفترش. فهمت؟ فإن عن له السجود بعد ذلك، افرض قعد متوركا وبعدين تذكر انه عليه سجود سهو، يروح مفترش، عادل نفسه يفترش. ودي بتفيد على فكرة المسبوق انه بيشوف امامه في الركعة الاخيرة مفترش بيعرف انه عليه سجود سهو، يفهم على طول. اما يبقوا علماء بقى، يجي المسبوق داخل شايف الامام في الركعة الاخيرة وقاعد مفترش، يقول ايه ده الامام مفترش، ده الظاهر عليه سجود سهو لانه ما حضرش معاه صلاته، يوم يفهم على طول من هيئته. أو أما يدخل ويلاقيه قاعد مفترش وهو ما يعرفش في أي حتة، يوم يعرف على طول إنه هو بيقرأ التشهد الأوسط مش الأخير لأنه مش متورك. فهمت بقى القصة؟ فالحاجات دي كلها بتفيد المسبوق إن كان مبصر. سواء في طالما تشهد يعقبه تسليم يبقى يتورك. عندنا كده الشافعية، الحنابلة عندهم التورك يكون في الصلاة الرباعية بس، في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية، لكن التشهد الصلاة الثنائية كالصبح ما عندهمش التورك فيه الحنابلة كده، وكذا صلوات التراويح بقى كلها لا نمس نمس ما عندهمش تورك فيه الحنابلة. احنا عندنا التورك في صلاة في تشهد يعقبه تسليم، كويس؟ الا ان كان يقصد سجود السهو يبقى ساعتها هيفترش. ممكن لا يتورك لانه طالما يعقبه تسليم على القاعدة،
يعقوب وتسليم. والافتراش أن يجلس الشخص، والافتراش أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعه لجهة القبلة. سمي بذلك لأنه افترش فيه رجله جاعلا، أي حال كونه جاعلا. وقول وينصب بالنصب عطف على يجلس، لأنه بيقول لك أن يجلس، وأن دي نصبة للفعل، فلما عطف عليها فعل تاني فعطفه منصوب لأنه معطوف على فعل منصوب، مش كده برضه؟ وينصب بالنصب عطف على يجلس. وكذلك قول ويضع، وقول لجهة القبلة أي موجها لها لجهة القبلة. والتورك في الجلسة الأخيرة من جلسات الصلاة، وهي جلوس التشهد الأخير. والتورك مثل الافتراش، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، أما المسبوق والساهي فيفترشان ولا يتوركان. والتورك مثل إلى آخره سمي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض، إلا أن المصلي إلى آخره، أي لكن المصلي، وهو استدراك على قول مثل الافتراش، ويلصق بضم الياء مضارع ألصق الرباعي، لما يبقى فعل رباعي يبقى مضارعه ياء مضارعه تبقى مضمومة، وما يبقى فعل ثلاثي ياء المضارعة تبقى مفتوحة. قال تقول يقول، أقال يقيل، مش كده برضو؟ أما المسبوق مقابل لمحذوف تقديره هذا في غير المسبوق والساهي اللي هو عليه سجود سهو. فيفترشان، يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك محاكاة لصلاة إمامه. يستثنى من المسبوق ما كان خلف لإمامه، يعني الإمام حصل له طارئ واستخلف إنسان يكمل الصلاة مكانه، كويس؟ يستثنى من المسبوق ما لو كان مستخلفا عن إمامه، فيبقى بيقرأ التشهد الأخير، واخد بالك، وهو يمكن بالنسبة له مش أخير، لأنه يمكن استخلفه وكان المأموم ده كان لسه عليه ركعة، فهمت؟ ويستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك محاكاة لصلاة إمامه. ويستثنى من الساهي ما لو قصد ترك سجود السهو فإنه يتورك حينئذ كما مر. قوله والتسليم الثانية اللي هي ايه؟ الهيئة الأخيرة بقى من الهيئات، التسليمة الثانية، لأن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة اللي يعني اليمين، ولو هيكتفي بتسليمة ما يوجهش اليمين، يسلم في المواجهة، يعني لو هيكتفي بتسليمة وينصرف يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو في المواجهة كده. في ناس في صلاة الجنازة يكتفوا بتسليمة واحدة يقوم يسلم على الجهة اليمين، طب ويسيب لي اليسار ليه؟ غلط. طالما هتكتفي بتسليمة واحدة يبقى تسلم وأنت في المواجهة عشان تصيب اليمين واليسار، مش كده برضو؟ إنما لو هتوجه لليمين يبقى هات بقى اليسر، مش كده برضو؟ وإلا يبقى الملائكة اللي واقفين على الجهة اليسرى والقرين اللي واقف على الجهة اليسرى والمسلمين اللي واقفين على الجهة اليسرى يزعلوا منك، سلمت على اليمين وسبتنا ليه؟ يزعلوا منك. إنما لما ينفع، لأنك أنت خرجت من عهدة إيه؟ محاكاة الإمام ومتابعته بالتسليمة الأولى للإمام، فلك أن تلتزم بمذهبك، ما فيهاش حاجة. والتسليمة الثانية أي إلا أن يعرض عقب التسليمة الأولى مانع. إمتى ما يسلمش التسليمة الثانية؟ لو سلم التسليمة الأولى وطلع منه ريح انتقد وضوء يبقى كده خرج عن الصلاة، فيسلم الثانية زي إزاي وهو مش مصلي؟ قالوا مانع، فهمت؟ إلا إن عرض عليه مانع، يعني إيه؟ كانتقاد وضوئه مثلا. كمانع كخروج وقت الجمعة وانقضاء مدة المسح أو نحو ذلك، فلا تسن الثانية في هذه الصور. يعني هو بيمسح على الخف 24 ساعة يوم وليلة، من وقت إيه؟ من وقت أول مسح بعد الحدث. فأنا لبست الخف بتاعي في صلاة الفجر، في وضوء بتاع الفجر،
وبعدين تقعد وضوء الساعة 10، وبعدين اتوضيت الساعة 1 عشان أصلي الظهر. فأول مسحة ليا كانت الساعة 1، يبقى المسح أستمر على المسح لحد تاني يوم الساعة 1 الظهر. فهمت بقى؟ طيب أنا بقى بصلي الظهر الساعة 1 إلا 10 بالمسح تاني يوم بقى في اليوم اللي بعده. وبعدين صليت الظهر وجيت ما هي 24 من واحدة لواحدة. ما هو احنا قلنا بنحسب من امتى؟ من اول مسح. هو مسح امتى؟ بعد ما حصل الحدث بتاع الساعة 10، الساعة 1 الظهر، يبقى يتحسب من الساعة 1. كويس؟ فهو ابتدى الظهر تاني يوم اليوم اللي بعده يصليه 1 إلا 10 وماسح بقى الراجل تمام وضوء جميل. وبعدين اول ما سلم السلام عليكم ورحمة الله دقت ساعة الجامع الساعة 1، يبقى انقضى وقت المسح، ما يسلمش ايه؟ التسليمة الثانية، لأنه انتقض وضوء. فهمت؟ أدي صورة. أو انقضاء وقت الجمعة، هو بيصلي الجمعة خلف إمام بيطول الخطبة، قاعد يخطب في الناس ويخطب في الناس، ما صدق لا ناس تسمعه ومش عايز يسيبهم، لحد ما خلاص العصر فضل عليه 5 دقايق. فهمت ازاي؟ خلص بقى الصلاة ودعا ونزل هيصلي الركعتين وفاضل 4 دقايق والعصر جدا. شفت ازاي؟ يعني بيلعب بأعصاب الجماهير. وبعدين راح قرا وراح مسلم التسليمة الأولى، راح الراجل قال الله أكبر الله أكبر للعصر المؤذن، يبقى ما يسلمش الثانية لأن قضى إيه؟ وقت الجمعة. هذه صورة ثانية. فهمت بقى؟ أو أي فرض ثاني. أو أي فرض ثاني برضه. الجمعة الظهر مثلا نفس الكلام ده. ونفس الحكاية في الظهر. لا اصل خد بالك انقضاء فرض الظهر مختلف. الظهر تصليه قضاء وتسلم تسليمتين، اي فرض تاني تصليه قضاء، انما الجمعه ما تصلاش قضاء فما يشبهش اي فرض تاني. انا بصلي الظهر دلوقتي ودا العصر وسلمت التسليم وسلم التاني. طبعا، لان انا ما انتقدش صلاتي، انما الجمعه لازم في وقتها، لو فات وقتها ما تبقاش جمعه تبقى ظهر تبطل. فاهم؟ فالجمعه مش زي اي صلاه، عشان كده شبه بالجمعه. عشان كده ذكرها بالذات. لا العيد لا برضه العيد مش مشكله. هل الشراب في وقتنا هذا الشراب يحل محل الخف؟ ناقشنا هذه المساله ايام المسح على الخف، وقلنا ان الشافعيه والمالكيه وكذا الاحناف اشترطوا شروط في اللي يمسح عليه ان لا ينفذ الماء، والشراب بتاعنا بينفذ الماء يبقى ما ينفعش عنده، وان يتحمل تتابع الخطى، يعني يقدر اعمل بيه مشوار كده واخد بالك قد مثلا 300 400 متر بدون ما يتخرق. والشراب بتاعنا لو مشيت بيه خطوتين بيتقطع وانت لابس الجزمه، فما بالك لو مشيت عليه من غير الجزمه، فيبقى ما يتحملش تتابع الخطى. مش كده برضو؟ وبعدين ان يغطي محل الفرد، الشراب بيغطي محل الفرد. مش كده؟ ان يكون طاهرا، الشراب طاهر. ان يكون ملبوسا على وضوء كامل، والشراب ملبوس على وضوء كامل، يبقى عندنا الشرطين دول هم اللي مش متوفرين في الشراب، تتابع الخطى وايه وانفاذ الماء. مش كده برضو؟ يبقى الشراب عندنا لا يصح المسح عليه ايه على مذهب الشافعيه والمالكيه والاحناف. الحنابله اجازوا المسح عليه ولو مخرق ولو رقيق ولو شفاف ولو لم يتحمل تتابع الخطى. شفت الحنابله حلوين ازاي؟ فكل اللي بيمسحوا عليه، بس هذا قول عند الحنابله وليس كل اقوال الحنابله. الامام احمد بن حنبل له قول زي بقيه المذاهب. الامام احمد بن حنبل مبرأ ذمته من جميع الجهات، ليه قول زي بقية المذاهب، وليه قول تاني استنتاجي من عند نفسه من ذهنه. يقول لك الصحابة كان غالب حالهم الفقر، كانوا فقراء، فمستحيل ان كل صحابي يعني كان الخف بتاعه يعني ما يخرش المية. اكيد كان في بعض الناس الخف بتاعهم مخرق والخف بتاعهم ما يستحملش تتابع الخط، ويكون كمان مقطع من تحت رجله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اجاز المسح على الخف لم يقل لهم اوعى يكون مخرق واوعى يكون مش عارف، ما قال لهمش حاجه.
واخد بالك؟ والسكوت في موضع البيان دليل ايه؟ دليل الحصر فيها ايه؟ دليل ايه؟ انه ياخذ كل الصور الموجوده، مش كده برضو؟ ده راي الامام احمد بن حنبل من حيث فقه لما نظر لحال الصحابه، فقال لك يعني يستحيل الخف اللي انت بتقول عليه ده، عايز واحد من الاغنياء اللي يبقى الخف بتاعه يعني تمام كده لميع، لكن الصحابه ما كانوش كده، والرسول صلى الله عليه وسلم اجاز المسح على الخف دون ان يبين شروط معينه. يبقى دل على كل ما يستر موضع الفرد ولبسه على وضوء على اي كيفيه كان يجوز المسح عليه، ده رايه من حيث فقهه، ولكن له راي ثاني يطابق. نخلص من المساله، طب انا امسح على الشراب ولا ما امسحش يا عم الشيخ؟ فهمت ازاي؟ مش هذا السؤال؟ امسح على الشراب على الا يكون عاده، يعني انت مثلا اتزنقت وضاق عليك الوقت وهتتوضى في الشارع ولابس جزمه وشراب وما فيش شبشب، ولو قلعت وعملت وهتعمل حيدا عليك الوقت اللي بعده، يعني بقى خلاص بقى الدنيا ضاقت عليك، يا بس عايز تمسح والحق الفرد بقى وخلص نفسك، وما ايه وما تبقاش عاده، تبقى حاجات نادره مره كل شهر الحكايه دي، مره كل اسبوع تمشي حالك، ما تبقاش على طول، وساعتها تقلد من يجيز. فهمت بقى المساله؟ لكن على الا تكون عاده. ها؟ يعني مش ناوي؟ ما هو ما يفتقرش النية، طالما لابسه على الوضوء خلاص ما يفتقرش النية. يعني أنا في كلية الشريعة كنت في بعد ما أخلص المحاضرات، لأن أنا سن كبير فيفتكروني إن أنا أستاذ في الكلية مش طالب، أنا دخلتها وأنا كبير عجوز كده، فكنت أدخل القسم الفقه، فالراجل البواب يفتح لي إيه الميضة بتاعة الأساتذة الكبار، أدخل أتوضى فيها وادخل اي مكتب الاقي اساتذه اللي قاعدين اصلي معاهم جماعه يعني كده بعد المحاضرات، فلاقيهم كلهم وكلهم شافعيه ويمسحوا على الشراب. اساتذه الفقه في كليه الشريعه، الشريعه والقانون فرع القاهره والعهده على الراوي، رايتهم بعيني راسي وهم شافعيه يمسحون على شرابهم وهم يصلون في موضع عملهم، وقالوا ان احنا لما يبقى في حرج بناخد بالمذهب ده، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن لما بنعلم الطلبه بنعلمهم مذهب الشافعيه، علشان تبقى ايه، احنا بنعلم مذهب فلازم نعلمهم المذهب، نبقى عندنا دقه. فهمت ازاي؟ يعني على اي حال الامر فيه سعه. والتسليم، لكن لو مريض بقى ورجله فيها جرح وبتاع خلاص بقى يمسح عليه ما فيش مشكله، خدت بالك؟ لانه عنده العذر. والتسليمة الثانية أي إلا أن يعرض عقب التسليمة الأولى مانع كخروج وقت الجمعة وانقضاء مدة المسح أو نحو ذلك، فلا تسن الثانية في هذه الصور. واضح؟ قول أما الأولى فسبق أنها من أركان الصلاة، مقابل لقوله الثانية تتم بقى، يجيب لك في التتمة دي حاجات هو ما قالهاش في الهيئات، التتمة دي في الحاشية، لأن هنا أنت عارف ساعات الشيخ المصنف اللي هو القاضي أبي شجاع كان هدفه الاختصار، فإيه فيقول لك الحاجات المختصرة، يجي بقى في الشرح أو في الحاشية يزود لك حاجات هو ما لهاش الإيه المصنف. يندب أن يتعوذ بعد تشهده الأخير من العذاب والفتن، يبقى يندب أن بعد التشهد الأخير وقبل ما يسلم يدعي دعاء التعوذ المشهور، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يندب له ذلك، وعند ابن حزم ركن من اركان الصلاة، لو لم يتعوذ بطلت صلاته. شفت قد ايه بقى مذهب من المذاهب اهو، ابن حزم عنده هذا التعوذ ركن من اركان الصلاة، لو لم يتعوذ وسلم بطلت صلاته على مذهب ابن حزم، يبقى تقولها بقى احسن خروجا من الخلاف وتاخد بركة الدعاء ده، حلو تقول. يندب أن يتعوذ بعد تشهده الأخير من العذاب والفتن لخبر إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويسن الدعاء بغير ذلك، كاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني يدعي بقى، يفضل يدعي بعد التشهد لحد ما الإمام يسلم، يسلم معاه، مش يقعد كده زي الرزية ساكت، لا يقعد بقى دي فرصة، فرصة
لان الدعاء في الوقت ده مستجاب بقى، اشتغل قول اطلب اللي انت عايزه من كريم، واخد بالك، ومن مجيب. ويسنى ان يجلس بعد الصلاه لياتي بالذكر. من السنن بقى بعد الصلاه انه يختم الصلاه، يفضل قاعد برضه في موضعه كده، ايه، يختم الصلاه. ويسنى ان يجلس بعد الصلاه لياتي بالذكر والدعاء الواردين بعد الصلاه، لان ترك ذلك جفوه بين العبد وربه، ولان الدعاء مستجاب بعد الصلاه. يبقى الانسان كده باستمرار يتمحك لكل ما يقربه في ربه الى ربه، مش مجرد الامام يسلم السلام عليكم يجري. طب بتجري ليه؟ يقول لك انا ما عنديش حاجه، بس انا هقعد بره كده. طب انت ما عندكش حاجه، اقعد بقى. بتجري ليه؟ بتجري ليه يا سيدي؟ اقعد استريح شويه، خد نفس عميق واسترخي واقعد اذكر ربك. لو بيجري معلش عنده حاجه مهمه، معلش عنده عذر بقى ما يجريش حاجه يجري، لكن غالب احواله ما بيبقاش عنده الاعذار دي، في غالب احواله عنده فراغ، يقدر يختم الصلاه في 5 دقائق فيبقى يختمها وما يحرمش نفسه. ولو عنده العذر لو هيجري يختمها وهو ماشي، يختمها بقى وهو ماشي. فصل في امور تخالف فيها المرء الرجل في الصلاه. هو بعد ما قال لك الهيئات والسنن والحاجة والابعاد والاركان والحاجات دي، يبقى المراه كالرجل فيها. لكن في بقى حاجات، 5 حاجات المراه تخالف الرجل في الصلاه فيها في الهيئات، معروفه يعني. منها ان الرجل يجافي وهو ساجد وهو راكع، يجافي بين مرفقيه كده يبعدهم، والمرأة تضم لأن مبنى المرأة على الستر، ولكن لا يجافي الرجل إلا إذا كان إيه، إذا كان مش مغطي عورته تغطية كافية، بحيث لو جافت تبان عورته يبقى ساعتها يضم، يبقى كالمرأة. لكن لو هو المجافاة دي مش هتؤثر إلى ظهور العورة يبقى يجافي. وبعدين كمان إيه، يبعد بطنه عن إيه، عن فخذيه وهو ساجد وهو راكع، مش يبقى إيه ساجد كده وساند كرشه على ايه، على فخده. والوقت الناس كلها الحمد لله كرشها تمام، واخد بالك، لان بياكلوا فوق الشبع، فالناس كلها كده، فما يعملش الحكايه دي. لو كان امراه معلش، لان المراه مبناها الستر، انما الرجل يشفط بطنه كده ويبقى رشيق ويسجد كده سجود حلو ويبعد بطنه ايه عن فخذه اثناء السجود واثناء الركوع. وبعدين يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع السر، والمرأة تسر على طول كويس، إلا أن تكون في مكان منفرد بقى لا يسمعها فيها أجانب، يبقى ساعتها تجهر، بتصلي في بيتها كما قال تكلمنا. وإذا نابه شيء في الصلاة الرجل يسبح والمرأة تصفق، تعمل كده والرجل يقول سبحان الله. شفت الفرق بقى بين إيه، أحوال الصلاة وأحوال إيه الرجل والمرأة في الصلاة. أنا أراها على إيه. فصل، أي هذا فصل في بيان ما تطلب فيه المخالفة بين الذكر والأنثى. وإنما ذكر هذا الفصل عقب الهيئات، لأن غالب ما فيه هيئة في الصلاة، وأفرده بترجمة، مع أن غالبه من الهيئات، لأن المقصود التفرقة بين الرجل وغيره. وأما تلك الهيئات فعامة في أمور، أي في بيان أمور، وهي 5 أو 4 على اختلاف النسخ. أصل في ناس تعد مجافاة مرفقيه وبطنه حاجة واحدة، وناس تانية تعد مجافاة مرفقيه حاجة وبطنه حاجة، واخد بالك، ويبتدي بقى يعد فيزيد عنده 1 والتاني يقل عنده 1، خدت بالك؟ فالمراد قول تخالف فيها المرأة الرجل، أي تخالف في هذه الأمور الأنثى ولو صغيرة، الذكر ولو صغيرا. يبقى مش شرط نستنى ما تبقى كبيرة يعني حتى لو بعلم البنت الصغيرة الصلاة أعلمها أنها تبقى مبنية على الستر، فهمت إزاي؟ ولو بعلم الولد الصغير الصلاة أعلمه إزاي يجافي وإزاي يبعد بطن. يبقى تخالف فيها المرأة الرجل، أي الأنثى مطلقا ولو صغيرة، واخد بالك، الرجل مطلقا ولو صغيرا. ولا يجوز المرأة تؤم المرأة؟ يجوز، الكلام ده كله قلناه قبل كده في الأبواب، لا يجوز أنها تؤمها طبعا. فالمراد بالمرأة الأنثى ولو صغيرة، وبالرجل الذكر ولو صغيرا، وأسند المخالفة لها، مع أن كلا مخالف للآخر لشرف الرجل عليها. ليه قال تخالف فيها المرأة الرجل، ما قالش يخالف فيها الرجل المرأة؟ لأن أصل الشرع جاء على رجل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها الرجولة، مش كده برضو؟ وبعدين الرجال قوامون على النساء، مش معنى تفضيل
ذاتي، ولكن بما فضل الله به بعضهم على بعض، فهو ربنا اللي فضل، مش الراجل اللي فضل، ده هو ربنا اللي فضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم، وزي ما فضل بعض الانبياء بعضهم على بعض، فضل ده على بعض. وبعدين فضل الرجل في قوامة البيت، يعني في قيادة البيت، وفضل المرأة في تربية الأولاد وفي رضاعة الأولاد. مش هيجي الرجل يقول أنا ليه ما بحملش، ليه ما بولدش، ليه ما برضعش، لأن دي مش وظيفتك. فاشمعنى احنا ما طالبناش إننا نتساوى بالمرأة في الحمل والرضاعة والولادة وتربية الأولاد، وهم بيطالبوا إن يبقوا زي الرجالة؟ ده أكبر دليل على نقصان عقلهم ودينهم. فهمت إزاي؟ بس لأن كل له وظيفته، كل في وظيفته والكامل فيه. فهمت ازاي؟ بس يعني هي كاملة طالما بتأدي وظيفتها. عايزة تبقى راجل بقت ناقصة، والراجل كامل طالما بيأدي وظيفته. عايز يبقى ست يبقى ناقص، وهكذا. يبقى كل واحد كامل حيث أقامه الله، هو ده موضع كماله، واخد بالك؟ وعلشان كده محدش ينظر لما فضل الله به بعض الناس على بعض، ولكن يقنع بما رزقه الله يكون أغنى الناس، ولا يتعلق قلبه بما في أيدي الناس يحبه الناس، وتمشي الحكاية تبقى حلوة كده. لكن تعملي في الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، هداهم الله ونجاهم الله مما هو فيه من مخ طائئ وتجرؤ على الشرع الشريف وعدم فهم لأصول الشريعة ولا أصول الديانة ولا التأدب مع المشرع ولا مع الدين ومع القرآن. نعمل إيه فيهم؟ ندعي لهم بالهداية ونستحملهم. وأسند المخالفة لها مع أن كلا مخالف للآخر لشرف الرجل عليها، وهكذا يقال في كلام المصنف قوله في الصلاة: الرجل خلق من طين والمرأة خلقت من رجل. يبقى الرجل أصل المرأة، مش كده برضو؟ فليه تزعل إنها تترد الأصلة؟ فهمت؟ إذا ما تزعلي ليه؟ هو الرجل قال إخلاق المرأة مني، هو ربنا اللي عمل كده سبحانه وتعالى. تعترضي على حكم الله؟ لكن اللي بيغزهم ان في بعض الرجال ظلمة وعندهم جور في معاملة النساء، يقوم يجيب لك هذا النموذج ويجعله هو ده السبب في التمرد، في حين ان ده هذا النموذج اصلا الشرع يكرهه، لا يحب هذا الرجل الظالم المتعنت، واخد بقى، الدكتاتور اللي يعامل المرأة بقسوة. ربنا بيقول عاشرون بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اتقوا الله في النساء، مش كده برضو؟ فإنهن عوان عندكم، وأمرنا أننا نحسن إليهن. يبقى خلاص الحكاية رحمة. لا، لكن هو يعمل لك كم فيلم ويجيب لك صورة كم راجل كده قاسي بالمرأة، ويجيب لك سي السيد، ويجيب لك مش عارف إيه، ويقول لك شوف الدين وحش إزاي، وهو سي السيد اللي وحش في المسلسل ولا في الفيلم، مش الدين اللي وحش. فهمت المسألة؟ لكن تخليط أوراق كده ولخبطة وهلضمة، وعاملين كده زي ايه؟ زي واحد سكران قاعد بيتطوح ويقول كلام مش مترتب، ويستنتج من هذا الكلام الغير مرتب، يستنتج منه حاجات غير مرتبة اصلا. فربنا يهديهم. في الصلاة اي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الاركان والشروط. واعترض عليه بان في كلامه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد، لان قوله فيها متعلق بتخالف، وكذلك في الصلاة. أصل بيقول في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، فيها وفي الصلاة. الله، يبقى حرف جر هنا وحرف جر هنا والاثنين متعلقين بحاجة واحدة، ده عيب في الكلام، بيعتبر ان ده عيب في الكلام. فهمت؟ فبيقول ايه؟ واعترض عليه بأن في كلامي تعلق حرفي جر بمعنى واحد وبعامل واحد اللي هو الفعل، يعني التخالف، لأن قوله فيها متعلق بتخالف، وكذلك في الصلاة متعلق بتخالف أيضا. وأجيب، نحاول بقى ندافع عن الشارح، نجاوب نقول إيه؟ بأنهما ليس بمعنى واحد، لأن الأول للسببية والثاني للتعدية، وبأن الأول تعلق به وهو مطلق، والثاني تعلق به وهو مقيد. يعني الثاني في الصلاة تقييد لتخالف الرجل، مش مطلقا، ده في الصلاة بس، فده مقيد. والتاني متعلق بتخالف مطلقا، يبقى ده تعلق على الإطلاق، والتاني تعلق على التقييد، فتغيرت جهة التعلق، فيبقى ما فيش تكرار. ده مدافعة عن ايه؟ عن الشرح يعني. واصلا ما يجي واحد يعترض على الشرح كأنه بيغتابه، واحنا مطلوب نرد غيبة المسلم، فشوف وسط الكلام كده برضو ايه يروح رادد لك علشان يدافع عنه يعني.
فهمت المسألة؟ لا ما تجهلوش، ده راجل علامة، خد بالك ده يقصد كذا، يبقى أنت كده رديت غيبة مسلم، خدت ثواب بدفع الاعتراض، لأن اللي بيعترض بينطرد، مش كده برضه؟ إنما التماس الأعذار للناس حلو، عبادة. لكن في ناس متجرئة يقول لك فاتوا الحكاية دي وجهل هذا الموضوع ونسي هذا الموضوع وتجرأ وابتدع وقال وخالف إيه ده؟ إيه ده أنت داخل في خناقة؟ أنت إيه قاعد في قهوة بلدي؟ في ناس كده في التأليف بتاعهم تحس إنك أنت قاعد بتقرأ بتنهج وراه، قاعد بتخانق وشوية خايف تقلب الصفحة لحسن تلاقي أثر دم الراجل قتله. إيه ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ عنده غل. فهمت إزاي؟ بتلاحظ الحكاية دي في مؤلفات كثيرة، واغلب ما تكون تلاقيها في ابن تيميه وبعض الوهابيه، تجد فيهم هذه المؤلفات، تجد عندهم هذه القسوه في مناقشه الخصوم. لا ما يليقش، لان الخصوم دول مسلمين، دول مش كفار يا جماعه، احنا مش بنحاربهم، دول مسلمين علماء اجلاء لهم طريقه في الفهم، فممكن احنا نلتمس لهم العذر ونقول اللي احنا عايزينه برضه بادب. فهمت بقى المساله؟ وذكر المصنف ذلك اي المذكور من المخالفه المفهومه من الفعل أو ما تخالف فيه المرأة الرجل في قوله أي بقوله. ففي بمعنى الباء متعلق بقوله وذكر المصنف ذلك في قوله والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. فالرجل يجافي أي يرفع مرفقيه عن جنبيه، ويقل أي يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وتقدم بيانه في موضعه، وإذا نابه أي أصابه شيء في الصلاة سبح فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط أو مع الإعلام، أو أطلق لم تبطل صلاته، أو الإعلام فقط بطلت صلاته. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، دي برضو تخالف فيها المرأة الرجل، الرجل عورته من السرة للركبة، والمرأة عورتها بدنها كله ما عدا الوجه والكفين، إلا عند الوهابية الوجه أيضا يغطى في الصلاة، مش كده برضه؟ لأن الوهابية أصبح مذهب جديد. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأما هما فليس من العورة ولا ما فوقهما. والمرأة تخلف الرجل في الخمسة المذكورة، فإنها تضم بعضها إلى بعض، فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها، وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، فإن صلت منفرد عنهم جهرت، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال، فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب، يعني كده هو يعني بطنا ببطن بقصد اللعب، ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلتها. والخنثى كالمرأة، لكن لو ضربت كده وهي ما تعرفش تقصد اللعب وتقصد تنبيه الإمام ولا تعرف الكيفية المناسبة اللي هي دي صحت صلاتها. والخنثى كالمرأة وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن. والأمة كالرجل فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. يبقى كده يبين المسائل كلها في الشرح. هنقرأ كلام الشارح في الحاشية، فبيقول والمرأة تخالف الرجل أي حالة الصلاة كما نبه عليه الشارح سابقا بقوله في الصلاة، وتخالفه أيضا في الصوم، بتخالف الرجل كمان في الصوم، حيث لا تصوم في الحيض والنفاس، وفي الحج حيث يجب عليها تغطية رأسها وكشف وجهها، ولا تخالفه في الزكاة لاستواء الرجل والمرأة فيها، إلى غير ذلك من الأحكام. يعني بيقول لك في أحكام المرأة تخالف الرجل فيها كمان غير الصلاة، في الحج إحرام المرأة عدا وجهها وكفيها، مش كده برضو؟ والرجل إحرامه ألا يلبس المخيط والمحيط ولا يغطي رأسه، مش كده برضو؟ يبقى بيخالفها برضو في المسألة دي وتخالفها. وفي الصوم الرجل يصوم على طول، وعذر الإفطار للرجل هو المرض والسفر فقط، أما المرأة فلها أعذار أخرى أزيد من الرجل كالحيض والنفاس، مش كده برضو؟ لكن الزكاة واحد، أحكامهم الزكاة واحد، المرأة اللي عندها مال تطلع زكاة زي زكاة الرجل بالظبط، مش كده برضو؟ ولكن يختلفان في زكاة الحلي. احنا ممكن هنا نعلق زيادة على الشارع، نقول إن زكاة الحلي تختلف المرأة عن الرجل، فإذا كان الرجل يحتفظ بذهب حلي فالحلي ليس زينة له فيكون قنية فعليه الزكاة مطلقا، وإن احتفظت المرأة بحلي للزينة فلا زكاة فيه. فهنا في برضه موضع مخالفة إيه بين الرجل والمرأة في الزكاة،
في حته الحلي بس، مش كده برضه؟ لان الرجل لا يتحلى ولكن له ان يقتنيه، يعني الرجل من حقه يشيل الذهب يقتنيه في دولابه في خزنته لكن لا يتحلى به، كويس؟ فان اقتناه وجب الزكاه فيه لانه ليس من اهل الزينه بالذهب، مش كده برضه؟ الا ان يكون ذهبا في ايه؟ في اله الحرب. ففي الحالة دي يعني كانوا زمان يخلي مقبض سيفه ذهب، كويس؟ ليه؟ علشان لما يبقى مقبض السيف ذهب يحافظ عليه ما يسيبوش، اما يجي يحارب يفضل قابض عليه كده ما يسيبوش ابدا. والرجل حالته انه بيحارب ويجاهد في سبيل الله، فيجوز له ان يكون مقبض سيفه ذهب، فهمت ازاي؟ وفي الحالة دي لا يزكيه. طيب ولو المرأة اتخذت مقبض سيفها ذهب وجبت الزكاة على مقبض السيف لأنه ليست من الزينة، وآلة الحرب ليست من آلات المرأة. فافرض مرأة محاربة واتخذت ايه سيفها من ذهب، تدفع عليه زكاة لأنه ليس هي مستثناة، والرجل ما يدفعش زكاة في آلات الحرب، والمرأة تدفع زكاة في آلات الحرب، والرجل يدفع زكاة في ايه؟ في الذهب الزينة والحلي الزينة، والمرأة لا تدفع زكاة في الحلي. خدت بالك الفرق؟ هتيجي أبواب الزكاة نبقى نناقشها. قوله في خمسة أشياء وفي بعض النسخ أربعة أشياء، فعلى النسخة الأولى تعد المجافاة واحدا والإقلال ثانيا، يبقى الإقلال اللي يعني رفع البطن يعتبرها اثنين والمجافاة يعتبرها واحد، والجهر في موضع الجهر ثالثا، والتسبيح إذا نبه شيء في الصلاة رابعا، وكون عورته ما بين صورتي وركبتي خامسا، هذه يعتبرها خمسة. وعلى الثانية اللي بيقول لك أربعة تعد المجافاة والإقلال واحد، والجهر في موضع الجهر ثانيا، والتسبيح إذا نبه شيء ثالثا، وكون عورته ما بين صورته وركبته رابعا، فكل من النسختين صحيح. فالرجل أي إذا أردت بيان ذلك فأقول لك الرجل إلى آخره، وإنما قدم ما يتعلق بالرجل على ما يتعلق بالمرأة اهتماما بشأنه لشرفه عليها. شوف ربك بقى لما يتكلم عن الرجل والمرأة يوم يراعي ايه الحكايه دي، يدي لكل واحد حقه. يقول لك يهب لمن يشاء اناثا، يبتدي بالاناث اهو، ويهب لمن يشاء الذكور، عشان ابتدى بالاناث يقوم يجبر خاطر الرجال يقوم يجيبهم ايه بالتعريف بالالف واللام، واكتفى بتشريف الاناث بالتبكي بانه بداهم الاول فايه فنكرهم، قال لك اناثا مش الاناث، قال لك يهب لمن يشاء اناثا، فهما هنا تقدموا على الذكور بالذكر، فيقوم يزعل الذكور يقوم ينكر الإناث ويقدمهم ويعرف الرجال ويأخرهم عشان يدي كل واحد مزية عشان ما حدش يزعل. شفت كلام ربنا ده؟ لو تأليف إنسان ده ما يعرفش ياخد باله من الحاجات البسيطة دي، مش كده برضه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، قبل ما الذكور تزعل يروح عادلهم على طول، يوم يقولوا صدق الله العظيم الحمد لله. فتلاحظ الحكاية دي، ربك سبحانه وتعالى يعطي كل ذي حق حقه حتى في الذكر سبحانه وتعالى. يجافي أي إن كان ساترا لعورته، وإلا ضم بعضه إلى بعض كالمرأة ولو في الخلوة. يعني لو كان الرجل بيصلي في خلوته غير ساتر لعورته لعدم ما يستر عورته، يبقى يضم عشان يستر نفسه بقى، مش يبقى كده بيصلي كده وعورته بينه وكمان ينفرشح نفسه، اختشي تقول له اختشي على طول، اختشي يضم على طول، فهمت؟ اي يرفع، ده تفسير يجافي، تفسير باللازم، والاولى ان يقول اي يباعد، لان المجافاه المباعده مش الرفع، لكن الاقلال هو الرفع. ويقال عند فلان جفوه اي بعد مرفقيه عن جنبيه، اي في الركوع والسجود اخذا مما بعد، فقوله في الركوع والسجود راجع للفعلين قبله. قال القليوبي ولو عممه لكان أولى، ما كانش يقول لا ركوع ولا سجود، يجافي مطلقا حتى في القيام حتى في الجلوس، ده كلام القليوب، لكان أولى وأحسن. وعليه فيجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه، لكن كتب المذهب كشرحي الرمل وابن حجر وشرح المنهج وشرح الخطيب ساكتة عن ذلك، ولذلك لم يعتمده بعض المشايخ. وعليه فيجافي مرفقيه عن جنبيه في قيامه، لكن ما قاله القليوبي هو الظاهر. قول ويقل بضم حرف المضارعة لأنه مضارع أقل والرباعي بمعنى رفع، يقال أقل الشيء يقله، وقول أن يرفع بطنه عن فخذه
أي لأنه أنشط للعبادة وأبعد عن هيئة الكسالة وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل السجود كما في شرح مسلم عن العلماء. قول في الركوع والسجود هكذا في بعض النسخ عليه، فتقديم الركوع على السجود لكونه مقدما عليه في الخارج، وفي بعض النسخ في السجود والركوع وعليه فتقديم السجود على الركوع لشرفه عليه. يبقى اللي يقدم الركوع على السجود ذكرا لوجود الترتيب، ان الركوع قبل السجود، واللي يقدم السجود على الركوع ذكرا لشرف السجود، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعليه فاقتصاره على السجود لانه مظنة الالساق ولانه افضل من الركوع فكان اهم منه، كما بخط الميدان وعلى هذا البعض الاخير شرح الشيخ الخطيب. ويجهر في موضع الجهر، اي ويسر في موضع الاصرار، لكن اقتصر على الاول لانه محل المخالفه بين الرجل والمراه، وتقديم بيانه في وتقدم بيانه في موضعه عبارته ثم وهو الصبح وأولة المغرب، اللي هي مواضع الجهر الصبح وأولة المغرب والعشاء والجمعة والعيدان انتهت. وتقدم أن فيها قصورا إذ بقي منه التراويح برضو بيجهر فيه، والوتر في رمضان، وركعة الطواف ليلا، وصلاة خسوف القمر، والاستسقاء ولو نهارا كما مر، كل دي صلوات جهرية. ما هو التراويح وقيام الليل وإذا نابه أي أصابه شيء، سواء كان مباحا كإذنه في دخول الدار للمستأذن عليه، أو مندوبا كتنبيه إمامه إذا سهى، أو واجبا كإنذار أعمى أو نحو كغافل من الوقوع في مهلك. يعني بيقول لك أنه لو حصل له حاجة في الصلاة، هو بيصلي والباب بتاع شقته موارب ومحدش موجود وحد بيخبط، بيقول له سلام عليك وأبو فلان، هو عارف صوته، فقال له سبحان الله، يعني ادخل تنفع عشان بيعرفوا ان هو بيصلي، يجوز ده في الحالة دي يبقى مباح. طيب وامتى يبقى مندوب؟ لما يقول سبحان الله عشان ينبه امامه على حاجة نسيها. وامتى يبقى واجب يقول سبحان الله؟ لو كان ابنه هيدخل يوقع الحلة السخنة عليه في المطبخ وامه مشغولة في اوضة تانية وانت بتصلي وشايف الواد بيحبي، وهيروح يتشعبط في البوتاجاز ويوقع الحاجة عليه يتحرق، تقول سبحان الله عشان تنبه اللي في البيت ينقذوا الواد لا يتحرق. او انت بتصلي في حتة وفي بير وراجل اعمى ماشي بالعصاية كده يعمل كده وماشي في اتجاه البير هيقع، لو انت كارهه سيبه بقى متغاظ منه، لكن لو مش كارهه وحرام تكره واحد مسلم وتوقعه في البير تقوم تقول سبحان الله، يقوم الراجل ايه ينتبه يقف، مش عايز يقف سبحان الله، مش عايز برضو يقف، مش فاهم ليه بتقول له سبحان، اقطع صلاتك وانقذه طالما ما انتبهش بقى. يا اما انت ما تقول سبحان الله، واحد تاني قاعد غافل يبص للاعمى ماشي في اتجاه البير يقوم على طول ايه ياخد بايده يبعده. فهمت ازاي؟ يبقى في الحاله دي التسبيح واجب. يبقى اداك امثله امتى التسبيح يبقى مباح وامتى يبقى مندوب وامتى يبقى واجب في الصلاه. واضح الكلام؟ ما هو ساعات يغلطوا بدل ما يقولوا سبحان الله يقولوا الله اكبر الله اكبر، او يقولوا لا اله الا الله، وبعدهم بقى ايه وهو داخل كمان ويلاقي الامام راكع يقولوا ان الله مع الصابرين. دي حركات مصريه صرف. ربنا يصلح الحال يا سيدي. فإن لم يحصل إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، عشان ينقذ الأعمى يعني. لو ما حصلش إلا بالكلام بقى اتكلم بقى، قول له قدامك بير وقف. فهمت إزاي؟ كده يعني يتكلم ويعيد صلاته أحسن من الراجل يقع، مش كده برضه؟ وتبطل به الصلاة. يبقى وجب إنه يتكلم وتبطل به الصلاة على الأصح، في مقابل الصحيح لا تبطل لو اضطر او غلب وقالوا غصب عنه، زي عمتي كانت تقول ايه يا ركبي يعني وهي قايمه من الصلاه او يبتز، اقول لها تقول لي تخرج غصب عني، خلاص هنعمل لها ايه؟ كل ما تيجي تصلي وتقوم تقول يا ركبي جوه الصلاه،
فخلاص غلب عليها الأمر رحمه الله. وتبطل به الصلاة على الأصح أو حراما كتنبيه على قتل إنسان عدوانا، أو مكروها كالتنبيه على النظر. يعني ممكن يقول سبحان الله وتبقى حرام يقولها. هو بيديك أمثلة إمتى سبحان الله في الصلاة دي تبقى مباحة، إمتى تبقى مندوبة، إمتى تبقى مكروهة، إمتى تبقى واجبة، إمتى تبقى حرام، الأحكام الخمسة. فممكن تيجي تسأل واحد متى تكون سبحان الله حرام، يقول لك إيه هو سبحان الله ممكن تبقى حرام؟ أنا دخلت في الصلاة وجايب مأجر واحد يقتل واحد، وقلت له أنا هصلي وأول ما يجي هقول لك سبحان الله، تعرف إنه دخل على طول تطخ، يبقى دي كلمة السر. يبقى في الحالة دي سبحان الله حرام. لا هو مش بيتلاعب، ده هو عايز يبقى بريء. قال يعني هو ما كنت بصلي، انا ماليش دعوة، وهو ايه مقبضه مقبضه وجايبه مقعده هنا. اوعى تدخل في الجامع ده لحسن يقول سبحان الله يتخوك يا عبد الله. لا لو قصد بيها التلاعب يحرم برضه، لو قصد بيها التلاعب يحرم، لان هي مطلق ذكر، فمش معقول هيقوله يقصد بيه التلاعب. فبيقول لك هنا بيقول لك أو حراما، يعني ممكن سبحان الله تتقال حرام كتنبيه على قتل إنسان عدوانا. لو بينبيه على قتل إنسان تبقى حرام يقول سبحان الله في الحال. أو مكروها، إمتى تبقى مكروها بقى؟ كالتنبيه على النظر إلى شيء يكره النظر إليه. يعني مراتك قالت لك إيه وإنت بتصلي قدام التلفزيون، أما يجي المسلسل نبهني، وهي مشغولة في المطبخ، فأنت بقى في الصلاة جاء المسلسل تقولها سبحان الله، تروح جاي بقى قفل البوتاجاز وجاي قاعدة تتفرج على المسلسل وانت بقى بتصلي، انت مالكش ذنب في حاجة، ده يبقى مكروه. بس كالتنبيه على النظر إلى شيء يكره النظر إليه. وكذا يقال في قولي وإذا يكره النظر للصورة اللي في التلفزيون لكن يحرم للصورة الحقيقية، في فرق من صورة التلفزيون فهي مكروه، وإن كان المواظبة عليها قد تجر إلى محرم، لكن هي في حد ذاتها مكروهة لأنها خيال، فهمت؟ محاكاة، لكن مش زي اللي يروح المسرح. يعني المسرح أشد حرمة من السينما. ليه؟ لأن أنت بتشوف في المسرح اللحم الحي، وفي السينما بتشوف الصورة، والنظر للصورة مكروهة والنظر للحم الحي حرام. افهم القواعد. فلو واحد هيتوخك بالنار يقول لك تروح المسرح ولا السيما، تقول له السيما يا عم وخش، اختار أخف الضررين بدل ما يتوخك يعني. لكن عند الوهابية النظر للتلفزيون حرام مطلقا كالنظر إلى المسرح سواء بسواء، فهمت إزاي؟ لأنهم ليسوا فقهاء، ما عندهمش دقة في إيه؟ في التمييز بين هذه الأمور الدقيقة اللي تحتاج فقيه، فهمت المسألة؟ عشان كده قلنا إن التلفزيون يكره حتى لو مسلسل إيه؟ يكره ديني ولا إيه الديني؟ يكره برضه، ده الديني يمكن أشد كراهة وقد يصل للحرمة، لأنه فيها اغتياب للصحابة وتمثيل شخوص الصحابة الأجلاء الكرام في صورة رجالة ساقط العدالة ونساء ساقط العدالة، يلبسوا لبس الصحابة ويعملوا دقن، يجيبوا لك جلد أرنب ويعملها دقن صحابي ويعمل لك صحابي، ده اسمه كلام؟ ده مسخرة. يبقى أشد المسلسل الديني أشد حرمة، شفت بقى؟ لأنه فيها غيبة وفيها تمثيل الكفر كمان، يجيب لك واحد يبقى أبو جهل وأبو لهب ويسجد للات والعزة، مش كده برضه بيعملوها ولا لا؟ حرام، لأن لا يجوز نطق الكفر إلا عند الإكراه، والتمثيل لا إكراه فيه. فشفت بقى؟ يعني توم أند جيري أخف وأهون، وإن كانت أيضا مضرة لأنها بتعلم الأطفال العنف، بتربي في الأطفال العنف من صغره، كلها تخ 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 تخ، يقوم الواد يتعود كده طول النهار انه كله يضرب بعضه،
درجة الوقت لما تلاقي خناقة العيال تتلم حوالين العيال ما يحجزوش بينهم، يقعدوا ياكلوا بوز وشبشب وشيبسي ويسقفوا عشان ايه؟ عايزين مصارعة حرة. ليه؟ لان اتربوا على ايه؟ على العنف، جيال بتاعت عنف. انما زمان لما تلاقي واحد بيتخانق مع واحد على طول كل الشارع يتلم يحجز بينهم، انما الوقت لا، ده يتلموا حواليهم وبقى حاوي ويلموا النقطة ويتفرجوا. ما ينفعش. ليه؟ لان اجيال اتربت على العنف، على كرتون مازنجر، على كرتون توم اند جيري، على كرتون العنف اللي كله ضرب وانفجارات. وحتى نشرة الاخبار كلها اجزاء ادمية وناس متفجرين وناس، فاصبح الدماء النظر اليها عادي كل يوم، بقت عادة، فاصبح الناس اعتادت هذا. فدي ازمة كبيرة في تربية الناس وتربية الاولاد، فنسأل الله ان يأخذهم مما هم فيه من بعد عن شرع الله. ومكروها كالتنبيه الى على النظر الى شيء يكره النظر إلى، وكذا يقال في قول واذا نابها شيء الى اخره. فالتسبيح والتصفيق يباحان للمباح، ويندبان للمندوب، ويجبان للواجب، ويحرمان للحرام، ويكرهان للمكروه، فتعتريهما الاحكام الخمسه. فقولهم يسن التسبيح للرجل والتصفيق للمراه مرادهم به بيان حكم التفرقه بين الرجل والمراه، لا بيان حكم التنبيه. قوله سبح أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين من نابه شيء في صلاته فليسبح. وإنما التصفيق للنساء، فلو صفق الرجل وسبحت المرأة كان خلاف الأولى. يبقى المرأة لو سبحت والرجل صفق، يعني عام الخل، كان خلاف الأولى وصلاتهم صحيح. فهمت؟ لمخالفتهما السنة، ولا يكره على المعتمد خلافا لما وقع في المحشي، ويمكن حمله على الكراهة الخفيفة. وظاهر قول المصنف سبح أنه لا تحصل السنة بغير التسبيح كلا إله إلا الله ونحوها، وهو مقتضى الحديث السابق ولا مانع منه لأنه لم يرد. فيقول سبحان الله بقصد الذكر، لو قال بقصد التنبيه فقط يبقى كلام أجنبي تبطل صلاته، لكن لو قال سبحان الله بقصد الذكر والإعلام صحت صلاته. لو مطلقا صحت صلاته، لا بقصد معين صحت صلاته، يبقى تبطل صلاته لو قصد الإعلام فقط كأنه صار كلام أجنبي. فهمت؟ دي نقطة أهم. ها؟ لأنه العبرة بقصده، هو لا يقصد ذكر الله هنا، وإن كان هو اللفظ ذكر الله فالعبرة بقصده بالنيات، إنما العمل بالنيات. قصد الإعلام فصار إيه؟ كأني إيه؟ أنبهك، كأني صارت كلمة سبحان الله منه بمعنى أنبهك، فصارت كلمة أجنبية. فهمت؟ لأنه لم يقصد الذكر معها. فهمت الحتة الدقيقة دي؟ دي تفاصيل شافعية حلوة ما تلاقيش إلا في كتب الشافعية الحتة الحلوة. يعني لو ما يجراش حاجة، ده دعاء. انما اما يقول يا رب اغفر لي انا واختي تفيده او مفيده، ما يجراش حاجه. وان كان عدم ذكر الاسم اولى، لكن لو ذكر ما يضرش. انما تبطل امتى؟ لو قال اللهم يا رب، اللهم اهديك يا ابني، اهديك بكاف الخطاب كده يا ابني، زي دعاء العوام مش كده؟ فكاف الخطاب هنا تبطل الصلاه. للعالم بالحكم وعند العام صلاته صحيحة، لأنه ما يعرفش الحكم. فهمت؟ لكن العالم بالحكم يقول لك الصلاة دي بطلة، لكن ما يقولوش عدها، فهي بطلة حكما لا قضاء. افهم التفاصيل دي مهمة. تبطل حكما لا تأمره بالقضاء، حكما بمقتضى العلم، ولا نأمره بالقضاء للعذر بالجهل. وبعدين بعد الصلاة تعلمه تقول له ما تدعي ما تدعيش بالطريقة دي. فهمت؟ طيب، بيقول لك بقصد الذكر، ويشترط قصد الذكر في كل تسبيحة، كما أنه يشترط في المبلغ قصده في كل تكبيرة على المعتمد عند الرمل. كذلك المبلغ لما بيقول إيه، الإمام يقول الله أكبر، يجي المبلغ يقول الله أكبر يسمع الناس. لو قصد الإبلاغ فقط بطلت صلاته، لأن كأنه كلمة الله أكبر بتاعته يعني اركعوا، والله أكبر الثاني يعني ارفعوا، طالما يقصد التنبيه فقط.
فما بقتش الله اكبر الذكر ده بقت التنبيه. فهمت؟ يبقى ساعتها لازم يقصد ايه؟ الذكر مع التنبيه. تبقى ما يجراش حاجه. الذكر الحركه نفسها، ان مقتضى الحركه هنا فيها ذكر الصلاه مع ارفع ورفع صوتي لتنبيه الاخر. مش شرط الحرمين ما بينبهوا في كل المساجد، بس احنا بنتكلم على المنبه اللي بينبه، ده اللي اسمه المبلغ. فهمت؟ المبلغ او المنبه، زي بنتي ايه بتقول المنبهه قالت لي ما تخرجيش من الفصل، اللي هي تقصد الموجهه يعني المشرفه بتاع الدور. كنت اول مره اسمع كلمه المنبهه دي، من ما سمعتهاش قبل كده، ما وردتش، بدعه. يبقى ويشترط قصد الذكر في كل تسبيحه، كما انه يشترط في المبلغ قصده في كل تكبيره على المعتمد عند الرمل، وقيل يشترط قصده عند التسبيحه الاولى فقط، كما انه يشترط في المبلغ قصده عند التكبيره الاولى فقط. قيل ده ضعيف على قول الخطيب، ولا بد من قرن قصد الذكر بجميع اللفظ، لانه اضيق من كنايه الطلاق، كما نقل عن الرمل وابن حجر، فإن خلا حرف عن القصد بطلت صلاته. قوله كناية الطلاق اللي هو الكلام اللي يحتمل طلاق وعدمه. روحي بيت أبوكي، ما تبتيش عندي هنا، كل بينا راح وانتهى. طب تقصد ايه يعني راح وانتهى؟ يعني كل الكلام ده اسمه كناية طلاق. نقوم ساعتها نعرف الحكم ازاي، نقول له انت نيتك ايه وانت بتقول الكلمة دي؟ إن كانت نيته طلاق وقع طلاق، إن كان نيته استريح منها شوية بيستريح منها شوية. إذا كان نيته يهددها يبقى بيهددها، يعني على حسب نيته، لأنه كلمة تحتمل معنيين، دي اسمه كناية الطلاق. في كناية الطلاق لا يشترط إن النية تبقى شاملة اللفظ كله، يكفي إنها تبقى في مقارنته في الأول بس. فهمت؟ لكن في الله أكبر أو التسبيح للإبلاغ في الصلاة أو سبحان الله للتنبيه، يشترط ان نية ايه؟ الذكر تشمل اللفظ كله، لانه لفظ ايه؟ قصير المقطع، سهل ان ايه؟ تشمله النية كلها. او مع الاعلام، يعني يقصد الذكر مع الاعلام، اي او قصد الذكر مع الاعلام اي الافهام، وهو عطف على فقط، او اطلق يعني قالها بدون ما يقصد حاجة معينة في اثناء قوله. في تركيبه قلاقة، لأنه لا يظهر عطفه على ما قبله، فكان الأظهر أن يقول فإن أطلق إلى آخره، وقوله لم تبطل صلاة ضعيف، والمعتمل أنها تبطل عند الإطلاق أيضا في صورة الإطلاق، خلافا للشارح ومن تبعه، لكن لا بأس بتقليده وإن كان ضعيفا عشان نستر على المسلمين صلاته. يقول لك وإن كان ضعيف من حيث الدليل، إلا أننا برضو نفتي به عشان إيه؟ نستر الناس على صلواته، لأن ذلك قد يتفق ويشق على الشخص قصد الذكر في جميع اللفظ عند كل مرة. أو قول الإعلام فقط، أي أو بقصد الإعلام دون الذكر. وقول بطلت، أي ما لم يكن عاميا، لكن لو عامي مش عالم يعذر للجهل بقى، وإلا فلا تبطل على قياس ما تقدم في المبلغ. والمبلغ اللي ما يعرفش الحكم ده ويقول الله أكبر يقصد إعلام الناس صلاته صحيح، لأنه برضو جاهل بالحكم، عامي. فهمت؟ يعني دي كلها ستر لصلوات الناس، لكن العلامة العالم لا، ما يعملش كده. وعورة الرجل نقف عليها، دي موضوع جديد نقرأ إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. نصلحنا إيه كده، الحصة ضربت بقى لها 10 دقايق، المفروض نخلص الساعة 8. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون، وجزاكم الله خير.